بتاعت الوزير هذه من جميع الشباب العربية. احنا نتمنى دعمكم ونروح نطلب من الجزائر والعشور ان يسيرون وفد شبابي الى حركه الشباب في دوله قطر ونتعهد السكن والاعاشه والرحلات والمواصلات الداخليه على جميع الشباب القطريه. بس اشرحوا لنا تنتجون اخوان كرام. استغفر الله العظيم. أخوة كرام مع أخوانكم في سيد الوزير، رأيكم على مبادرة الجمعية القطرية باستقبال الشباب الجزائري في قطر؟ مبادرة تشرف الوفد القطري. شكرا، يعني نقدم بشكر لهذه لتقدمهم بهذه المبادرة، ويعني هذا من هدف من أهداف هذا الصالون باش يعني يعطي فرصة لفرصه لكل الشباب باش يكون فيه كل واحد يعني عنده تجربه، والتجربه هذه منتهى للاخر، وثاني فرصه باش يكون فيه تجسيد هذا الهدف النبيل الا وهو التبادل. يعني نشكر الوفد وهذه المبادره تشرف الوفد والشباب القطري، وحنا ثاني مستعدين باش نجسدوا هذا في الميدان يعني بصفه فعليه. شكرا. العزيز العماري رئيس مجلس اداره جمعيه الشباب القطريه قدم مبادره الى السيد وزير الشباب والرياضه الجزائري حول استقبال وفد شبابي جزائري بدوله قطر، وتتكفل الجمعيه القطريه بمصاريف الاقامه والاعاشه والتنقل داخل دوله قطر. ايه رايك، ماذا رايك في هذه المبادره؟ شوف يا اخي سامي، المبادره هذه هذا هو الهدف تاعنا، الهدف تاعنا وهو ان يكون هناك تبادلات ما بين كل الشعوب العربيه. اولا نعرفوا احنا كي يكون هناك تبادل تكون هناك انفتاح من بلد الى بلد اخر، ولا هذا سيتاكسون هذا لاكسون اللي دارها دوله قطر فيما يخص الشباب الجزائري، هذا شيء يشجع وشيء يزيد اكثر صرامه في هذه الحركه هذه، وشيء احنا كدوله جزائريه شيء جميل عندنا، شيء جميل نشوفوا اخوتنا من قطر يستضفوا شباب من الجزائر. هذا يسمح اولا للشباب الجزائري باش يعرفوا لوت كوتي كيما نقولوا لوت كوتي دو لا ميديتيراني. اي بوي احنا ثاني نتمناو ثاني الاخوه من قطر، اخوه من لبنان من مصر يزوروا الجزائر، لان الجزائر الان بلد مستقر، الامان والاطمئنان، وراكم تشوفوا راكم لاحظتوا راكم شفتوا بعينيكم اش جمال الطبيعه والبلد كيف ولا في هذه المده الاخيره، هذه تقريبا 15 سنه كيف ولات البلاد وعاودت ولات مستواها الاول. اول هذا الشيء ماهوش غريب على الاخوه القطريين، يعني هذا هو بلد ضيافه وضيفه لكل الناس، والمبادره تدخل في اطار تقاليدهم وثقافتهم وعاداتهم، يعني هو مشكور لكل اتحاد، لكنها راهي بالنسبه لنا امور عاديه انه قطر يعرضك، لانهم بلد الشهامه وبلد الضيافه وبلد كل شيء يعني معروف عليهم. بخصوص المبادره كمبادره، هو ثاني نشكره جزيل الشكر، والشباب الجزائري يكون عنده مناسبه وان يستقبلوا افواج شبانيه من الجزائر، وهنا بالمقابل مستعدين في اي وقت وفي اي يعني في الوقت في وقت في اي وقت باش نستقبلوا شباب قطري في جميع في ظل نفس الاطار، يعني التبادل الشباني. هما بادروا بارك الله فيهم انهم اول من يستضيفونا، ونحن ابوابنا مفتوحه من اجل استضافه شباب قطري كذلك في نفس العمليه. لا هو ليس بجديد على الاشقاء العرب ولا على الاستاذ عبد العزيز العماري، انت هو رئيس الاتحاد العربي لجمعيه الشباب ورئيس الجمعيه القطريه، وفيها علاقات اخوه متينه بين الجزائر وقطر ليس بغريب، ومعالي وزير الشباب والرياضه اكد الموافقه المبدئيه لهذه العمليه وهذا النشاط، وكلف رئيس الجمعيه رئيس الفدراليه الجزائريه للشباب باتخاذ الاجراءات اللازمه حتى يتم انجاز هذا المشروع وبذل المجهودات لانجاح هذا اللقاء ان شاء الله، والتنقل نتاع الشباب الجزائري.
ليس بجديد، نحن ليس غريبا موقف الاستاذ عبد العزيز، ليس بغريب، كان منتظر. شكرا لك. فكرة تحفز الشباب انهم ويكون تبادل وتواصل ما بين القطريين والجزائريين، وثاني يخلينا نتعرفوا على قطر زعما وتعطينا نظرة ثانية عليهم. ان شاء الله تزورون قطر باذن الله. فيما يتعلق بما جاء في افتتاح الصالون إمكانية تنقل الشباب الجزائري إلى دولة قطر وتكفل بإقامتهم، طبعا هذه بادرة خير وإشارة جيدة إن شاء الله. مستقبلا حيكون في تبادل شباني، احنا كجزائريين رحبوا بهذه الفكرة، وكذلك أنتم أيضا مرحبا بكم عندنا.